السلام عليكم، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا مزيان وصحه مزيان وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم. الا كنتي اول مره كتشوف لاشين ديال الي فاميلي فمعليك الا تهبط داو وتغرز الابوني وكذلك تفعل الجرس. وما تنساش دير معايا واحد الكومونتير زوين باش الفيديو اللي جاي نطلع بزاف ديال الكومونتيرات كيف كتشوفوا هنايا. قبل ما نبداو الفيديو كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف على الميساج ديالكم، شكرا لكم على الكومونتيرات الزوينين ديالكم اخوتي اللي كانوا في اخر فيديو. المهم الفكره اللي فيها اخوتي اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الفيديو باش نختبر الذكاء ديالي، حيت بزاف منكم كانوا هاد الايام كيعرفوني بلي كنت عيانه داكشي واختكم راه تكلخات فيها بصح، فقررت باش نبارطاجي معكم اللعبه ديال هبل وغادي نهبل معاها ديال بصح وغادي تشوفوا الاختبار ديال الذكاء ديالي واش زعما ذكيه كيف كنقولوا ولا فاشله ديال بصح. يلا اخوتي ليتس جو. اخوتي غادي نبدا بستاج يعني الاول وغنشوفوا هاد الهبل ديالي انا كيفاش داير. الصوت اللي نجهد فيه بزاف الصوت عندي سكرين باش تنتوما تشوفوا لا فيديو في القنت. ها انتوما بسم الله. قال لك انقر على الاقدام بينهم. كاين تليفون كاين بولو كاين هاد اللعيبه هادي. اذا غتكون هاد اللعيبه هادي ديك اللعيبه ديك ديال الما ديال الحديد. انقر المستطيل الاحمر ثلاث مرات. المستطيل هو هذا، واحد جوج ثلاثه. المس اليد يد الفتاه اليسرى. كيفاش دابا اذا خصني ندور بحال هكا باش تبان لي اليسرى هي هادي. توقف عن اضاعه وإضاعة الوقت نيت. ما هو مجموع الأرقام السابقة؟ كان واحد واحد، كان ربعة، شحال تكون؟ ثمانية. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. خطأ. أويلي ثلاثة ربعة. مجموع الأرقام السابقة هو تسعود. تسعود جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. اوكي اضغط الزر سبع مرات، الزر الاخضر سبع مرات. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ست مرات. ميمكنش متابعة. اضغط الزر الاخضر سبع مرات. اذا فاش كنضغط انا سبعة كيعطوني ديك اللعبة يعني يا ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. يس ياه. اقتل الحشرة بسرعة. داري خصكم معلاش مع العربية. كيفاش غنقتل هذا؟ بون خرج الصباط. يس عرفتي عبطت عليها حتى خرج المصرمة. متابعة. لا تضغط الزر وهنا داير لك اضغط. لقد غيرت رأيي اضغطه الآن. لا لا كاين شي. لا 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 تلميس الزر. واش يبغى هذا؟ وفق 10 عيارات ناريه متتاليه. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. هذه تلقات جوج مرات. جرب الاستماع للصوت. علاش وفق 10 عيارات ناريه متتاليه؟ ها واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة ثمانية تسعود عشرة. قال لي كم كان عدد الأزهار ذات اللون الأزرق؟ وأنا كاع ما رديت البال. كم كان عدد الأزرق؟ واحد. خطأ. ما تقولوش لي غنعاود من الأول. يا عادة الهبل أنا اللي هبيلين. غنعاودو من الأول دابا. كم كان عدد الأزرار ذات اللون الأزرق؟ كانوا جوج. قال ليك كم مربع تشكل العيدان؟ واخا هنا كاتبين واحد اوكي، وهنا خصنا نحسبوا شحال من مربع كاين هنا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش. لا كاين شي حاجة شي بلان ماشي هو هذا مربع. إذا دابا هذا كله غنحسبوه مربع. واحد هذا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش ربعتاش مربع. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش ربعتاش. أوكي خطأ. متابعة. ميمكنش
دابا هذا غيتحسب مربع، وكل وهذا المربع الكبير فيه 4 ديال المربعات، اذا هي 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 حيت هنا 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 عرفتوا علاش غندير 15 حيت كتبين هنا كم مربعات تشكل العيدان. اويلي كلخة مين كنش؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش هو حداش لا ستاش لا ستاش جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش عرفتي جاتك ستاش لا يوجد اجمل من الهبل يا سلام عليك وعلى هبليك هيا تعال معي عزيزي ولا تقاوم لا يوجد اجمل من الهبل ديل ديل يا سلام عليك وعلى هبل حمارك ديل هو هذا ديل ازرق اخضر ازرق اخضر ازرق احمر ازرق اخضر احمر احمر اخضر ازرق احمر اخضر ويس اجعل الدجاجة تبيض كيفاش انا فروج كيفاش انا اجعل الدجاجة تبيض كيفاش ربنا دابا هي غتخرج بيضة ايوا هاي دابا بقات كتدير لي البيض هنايا كيفاش مقلية مسلوقة شنو هي باش تبقى فيها البيضة ويلي سلام يا القلوبة ويلي صافي عرفت راسي بلي مكلفة ديال بصح ويلي صافي 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 غنحبس هنايا حتى تجي هاديك اللعيبة وقيلة حيت ميمكنش غنبقى دابا نكليكي نكليكي غادي تهبط ديك البيضة ويلا هبطت ديك البيضة غادي تفرقاش عاوتاني ولا ماشي تقولي يلا اجي دابا خصها تخرج بحال هكا باش تجي هنايا باش نحط فيها البيضة والله شي هبل ديال بصح نيت سيري تن 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 طلعت خصني عاد من الاول ناري خوتي عرفتي كل مره كتخص كنخسر كيخصني نعاود من الاول هاي دابا جاتنا هذيك اللعيبه صافي واخيرا نقر الصوره حين تظهر هاي الصوره فقط اضغط الزر الازرق اذا كاينه شي لعبه هنايا الزر الازرق متابعه الهبل اضغط الزر الازرق دابا ايوا هذا وراشي احسنتي قال ليك اوكي واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد اثنان مضروبة في اربعة ناقص تسعة المهم اخوتي غادي نديرو الضرب الاول وداك الشيء غادي يعطينا ناري واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة اوكي نخلي لكم العملية فات بصوا اضغط الزر الازرق من دون ان تلمسه كيفاش زعما كيفاش 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 ضغط على الحمر و كيجي واحد السبع من الفوق و تيقول لك ضغط على الزر الازرق بلا ما تلمسو ايوا شنو زعما غنخليه بحال هكا بحال هكا زعما غيبقى بحال هكا ميمكنش 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 هاد اللعبه فيها شي خداع وكيفاش دابا انا كيقول لك ضغط على الزر الازرق بلا ما تلمسو زعما بلا ما نلمسو انا نلمسو هذا في من فوق اوكي اضغط الزر ثلاث مرات اضغط والله الا كاينه شي لعبه ميمكنش ميمكنش هما يقولوا لك هاد البلان هذا هكا توكي على الله وضغطي
لا تطرق الزر في المرة الثانية تم. يلخص واحد جوج ثلاثة. لا تطرق الزر في المرة الثالثة. يا ربي يا ربي. اضغط ضغطة على المضاعفات المضغوطة. اضغط الزر الذي كان في مكانه ثلاثة. هذا. أولي أولي. كم عدد المثلثات في الشكل؟ يا والله لا ما عرفتش. كاين مثلث واحد، كاين جوج، كاين ثلاثة، كاين بلاتي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كاين ستة سبعة. سبعة المثلثات. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة. اضغط الزر. شحال هادي؟ اضغط الزر. معرفتش شحال هادي. 23. اضغط الزر 23 مرة متتالية. اضغط الزر. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لا تضغط هذا الزر ابدا ابدا. واخا ناري قرب ناس. ويلي لا تضغط هذا الزر ابدا ابدا. كيقول لك لا تضغط، لا تضغط هذا الزر ابدا ابدا. وهما كيقول لك باللي خصك تضغط. قال لك الطريقة الوحيدة لاجتياز هذه الجولة هي أن تختار نصف الرقم 40. نص الرقم 40 هو 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. أوكي جيد. الأخطاء الإملائية في الجملة التالية: إذا أعجبتك لعبة اختبار الهبل واحد فإن الإصدارات التالية ستعجبك. إذا أعجبتك. ترن ترن ترن. المهم أخوتي هاد اللعبة راني عاودت فيها أكثر من ثلاثة ديال المرات. صافي حبسي حبسي. عاودتها أكثر من ثلاثة ديال المرات باش كل مره خاصني زعما نختبر الذكاء ديالي خاصني نعاود وكتعصب. صراحه الله هي مسليه ولكن فيها خدع. المهم اخوت تهنيكم سالا الفيديو ديال اليوم طبعا الحال اللي عجبكم. ما تنساوش تخلي لي واحد لايك واقترحوا عليا شنو هما الافكار اللي بغيتوني نصور لكم في لاشين يوتيوب. فصراحه الله اول فكره زعما اول حاجه قلتوا لي هي نصور لكم هذه اللعيبه هذه. فانا يا ما كنبخل عليكم حتى شحال كتقولوا عليا. فخليوا لي شنو هما الافكار اللي بغيتوني نصور لكم في الفيديو اللي جاي. يلا تهلاو لي فراسكم.